العصبية قدرت بلمستها الخاصة وبمهاراتها الإبداعية إنه تجيب قصص وهي تزرع عليهم بصمتها وتزينهم. أكيد هالشي من خلال شغفها وحبها للألوان قدرت اليوم الصبية يلي معنا إنه تزرع بصمتها الخاصة فيها والمميزة كمان. أكيد عفاف عم نحكي عن طوقة بيطار طبعاً. صبية بلشت مشروع خليني أقول صناعة ملابس يدوية إضافة لبصمتها الخاصة من خلال الرسم والألوان على هاي الملابس. رح نتعرف أكثر على هذا المشروع، إيمت بلشت فيه والأفكار يلي عم بتضيفها. أكيد معنا هي بصباحنا غير صباح الخير، أهلا وسهلا فيك يا طوقة. شكرا لكم استضفتوني واهتميتوا بالمشروع، يسلموا. اكيد اهلا وسهلا فيكي يا تقى. خلينا هيك بالبدايه نعرف انه الفن والافكار والالوان هي يمكن نابعه من داخلنا من جوا، كل حدا هيك له نظرته الخاصه للامور، له بصمته يلي بحب يزرع. خلينا نحكي بالبدايه عن مشروعك، كيف بلشتي فيه وكيف خطر لك انه انا منقطع ما علي شيء نهائيا، مجرد هي لون اني انا ازرع عليه كل هاي الاشياء والتفاصيل؟ هلا فكره المشروع الاساسيه اجت من فكرتين انا كثير بهتم فيهم. اول فكره هي الفاشن والاواعي، كثير بحب انا ادمج الوان متناسقه مع بعض او الوان احيانا جريئه، بحب كثير اهتم بهي بهذا القسم. وثاني شيء كثير بحب انا الرسم واللوحات والفن، فدمجت هدول فكرتين مع بعض ولحتى طلعت بالرسم والشك على الهودي. خلينا نبلش هلا، عم نشوف اول كنزة او نموذج من النماذج. احكي لنا شوي شوي عن القطعة بشكل كامل من بداية الاختيار القماش، تفصيل القطعة، كمان خلينا نحكي عن الرسومات اللي بتختاريها لك القطعة شوي شوي. تمام، هلا اول شيء بالقطعه انا ما بختار الا نوع جدا جدا هاي كواليتي بالقماشه، مشان انه مو واضح بس يعني هلا نحن عم دسه واضح انه القماش مهتمه بالتفاصيل. تمام، مشان يعني انه ما بس يكون رسم، لا حتى يكون انه الكواليتي جدا عاليه. حتى بالقصة الهودي تكون مريحه عمليه، يعني انه اوفر سايز، انه بحيث ما تداير، بالعكس تكون جدا مريحه مثل ما قلت لك. وبعدين للرسم بحب انا دائما اختار تصاميم فريده من نوعها، تصاميم انه ما تكون شايفتيها عند حدا ثاني، تكون من اول ما تشوفي الهودي تشوفي انه هي دغري يخطر لك انه هذا التصميم لبراند يلو شوب. وضفت الشيك بحيث انه يعطي لمسه جدا جدا عاليه للقطعه. عم نشوف هون تقى انه كمان عم تواكبي الموضة، يعني هون هلأ دارجة رسومات الفواكه على الكرز، كتير ترند على هاي الفكرة. تماما، خلينا هيك نعطي فكرة للمشاهدين انه هاي مو طباعة، ما انك انت عم تصبعي مجرد طباعة، وهي كله رسم على الغسل ممكن يدوي. تروح كله شغل ايدك يعني؟ لا، على الغسل هو اول شيء رسم يدوي، بس على الغسيل ما بتروح، بس انه بدنا نغسلها بشكل يدوي بمي بارده، وهي مستحيل تروح اصلا اساسا انه ولا حتى يخف لونها ولا شيء. مشان هيك انا يعني كثير حبيت الفكره انه هي القطعه في يعني بيعطيها عمر طويل للقطعه، وبنفس الوقت بتكون مميزه وجماليه كثير عاليه، وبتكون مختلفه عن كل الباقي الموجود بالسوق يعني. اكيد خلينا نحكي كمان اليوم مثل ما قلتي، في كثير من هاي الكنزات او هذا النوع من الكنزات درج خلال السنوات الماضيه، هاي كم سنه الهودي بشكل عام، ولكن خلينا نحكي شوي عن الشيء اللي عم بيميزك، يعني البصمه اللي حاولتي تقدري هيك تدخلي فيها وتعملي فيها شيء خاص اليوم لشغلك. تمام، هلا البصمه انا تبعي خليتها من خلال الرسم ومن خلال تصاميم اللي انا بعملها. الرسم لما انا اقعد ارسم على القطعه فهذا الشيء بيسقط شخصيتي على القطعه، وبيسقط كمان شخصيه الزبونه، بحيث انه هي اذا وصتني ما يكون كله يعني ممكن انت تاخذي شيء حدا طالبه منك. بالضبط هي الفكره بدي اوصلها، انه ممكن زبونه هي توصيني الرسمه اللي بدها اياها، فهذا بيعطي انه بيكون القطعه قريبه للقلب اكثر وشخصيه اكثر يعني للزبونه اذا هي وصتني على الرسمه يعني اللي بدها اياها. بما انك عم تقولي قريبه للقلب، هلا طلعت لنا هي القطعه اخذها علي. تمام، هي التصميم فهي انه مرسوم عليها قلب وهيك قصص، يعني انت هون شلون بتختاري هي القصص؟ على طلب الزباين ولا بتعرفي انه
يعني من افكارك انت بتحبي هاي القصص اللي بتحبيها؟ هلا هذا التصميم بالذات نبع من قصة حقيقيه انا عملتها. تمام. انه من القلب لما انت تحبي شيء ما بعرف اذا مبين كلمه لوف مكتوب عليها وبيطلع الوان وازهار. تمام. بيطلع الوان وازهار مثل ما انا عملت. لما حبيت الشغف وحبيت شغلي فطلع كثير ابداعات وطلع كثير اشياء جميله ممكن نعملها. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن تطوير هذا. تمام. يعني انت بلشتي بهي الفكره، اليوم رح تبلشي توسعيها اكثر، يعني ما عاد تكون بس هذه الكنزات، يعني احنا بنعرف هاي لها موسم. بالضبط. مثلا هذا الوقت مثلا بالصيف عم تعملي شيء خاص، ممكن طبعا. يكون لقطع ثانيه مو بس ثياب، شو الافكار اللي حاططيها ببالك؟ هلا كتطوير مشروع حاطه ببالي انه كل موسم اعمل له فكره مميزه. يعني مثلا الفتره الجايه ممكن اعمل جواكيت جينز، او احيانا اعمل شناتي، او مثلا اذا كانت على البحر طواقي. يعني كل موسم وله منتجه الخاص. مثل ما عم نشوف يعني كمان ذكرتي الشناتي، هذا الباكجينج كيف عملتي؟ يعني انت كمان عم تهتمي بتفاصيل كثير مهمه اذا حدا عنده هيك بده يعطي كادو لحدا، فهذا الباكجينج بيختلف. كمان خليت الباكجينج هو جزء من روح المنتج، يعني حتى الباكجينج هذا رسم، يعني يكون كل المنتج هو روح واحده، فكره واحده، يكون عاكس مثل ما حكينا شخصيه انه مميزه. تمام. ومثل ما قلت لك عن تطوير المشروع، باذن الله كل شيء له موسمه، وحابه اني اوصل لعدد اكبر من الجماهير باذن الله، ويصير يلا شوب هو براند تجاري محلي باذن الله خاص بتوقع. بالضبط، خاص بتوقع بيطلع اكيد. طيب توقع خلينا نحكي كمان فكره، اليوم في كثير طرق للتسويق لهذا العمل، يمكن المشاريع الصغيره جدا مثل مشروعك عم تاخذ ناحيه السوشيال ميديا اليوم لحتى تسوق لنفسها وتشترك ببازارات، باعتبار هدول اكثر اثنين بيسمحوا اليوم للمشاريع الصغيره انه يبرزوا قدام الناس. خلينا نحكي شوي عن هدول النموذجين، شو شاركتي؟ كيف التفاعل كمان عم بيكون على منصاتك الخاصه على السوشيال ميديا؟ اول شيء السوشيال ميديا فتله انا بهدفين، انه اعمل علاقه قويه بيني وبين الزبون، انه اكون انا كل تقريبا كل زبايني هلا هن رفقات مو زباين. العلاقه هي كثير مهمه بالبراند، ببناء طبعا. براند ناجح. هي اول فكره. ثاني فكره مشان فتت للسوشيال ميديا، مشان فوت للجمهور اللي انا بدي اياه، فوت للجمهور المستهدف اللي انا عم بطمح لحتى اوصل له. وهي كسوشيال ميديا. اما كبازارات، اول بازار شاركت فيه ببازار الوان سوريه بإدارة المدام رنا طباع، كتير كان في إقبال جدا على الفكرة، والحمد لله كتير صار في مبيعات كتير عالية، وهدول كأكثر طريقين صار فيهم انتشار للمشروع. يعني اليوم ما تقى أنت تعتبري من الصبايا يلي ممكن يكونوا قدوة لصبايا تانيين ممكن ما عم بيلاقوا شغل هنن بحبوه أو بحبوا يمتهنوا شيء هنن حابين يصير عندهم مشروعهم الخاص لإلهم، قد إيه ممكن يكون هذا الشيء صعب او سهل من وجهه نظرك بما انك بلشتي ببدايه مشروع عملتي من الولا شيء شيء كثير كبير وحلو؟ هلا هو الامان حرفيا كان ما في ولا شيء بين ايدي، انا صنعت كل شيء حرفيا، اي شيء موجود انه حتشوفه انا صنعته خطوه بخطوه بايدي. ان كان من القماش نزلت على السوق وبلشت ادور، ان كان من الخرز، حتى ان كان من الالوان، انا لحتى اعرف نوعية الألوان الممتازة والجيدة ظليت تقريبا بحدود سنة ونص سنتين عم ببحث عن الموضوع لحتى أقدم منتج جدا قوي وكتير كواليتي عالية. فحرفيا أنت إذا أي شيء حاببتي بس قومي اسعي، قومي طوري، قومي قرأي، المهم تشتغلي على المشروع اللي أنت حابة يكون عندك إياه. طيب خلينا نحكي كمان اليوم المنافسة موجودة، حضرتك قلتي اشتركتي بالبازار الوان سورية، مثل ما بنعرف في كثير سيدات وعم بيكونوا من المحافظات كمان، وعم بيكون بعض مثلا البراندات مثل صناعة الملابس او هي في اكثر من صح من جهة، شفتي شريحة كبيرة عم نشوف الصبايا احيانا بيتعلموا من بعض، بياخذوا خبرة، حدا بيشوف شيء هو منافس ولكن بيكون له وجهة نظر فيه. خلينا نحكي عن صدى هي التجربة عندك شخصيا وعلى شغلك. هلا انا كثير استعنت باشخاص وخاصه بنفس المجال، مجال القماش، وحرم كثير نحن هون الشعب عندنا كثير مساعد، اي شيء دغري بس بده يساعد وبده يعني يخلي اللي قدامك يتطور ويصير اكبر.
واحتنت انا انه اختلف بين كل هالسوق، واحد بالسعر، خليت سعر جدا مناسب، اثنين هي نقطه كثير مهمه بالضبط، اثنين حتى بالتصاميم، يعني ما يعني مثل هذا التصميم القلب، يعني ما بتلاقي مثل هدول التصاميم موجوده بالسوق، يعني هي اول فكره انا بعملها وموجوده يعني هلا حاليا بدمشق، وان شاء الله بتكبر ل يعني محافظات وتصير ان شاء الله يا رب اعلى واعلى. تقى لازم يكون في سؤال بهي الفقره اللي هو لوين حابه توصلي، شو هي خطواتك اللي جايه، هل هي بتخص مشروعك ولا عم تفكري بشيء ثاني؟ هلا الاشياء اللي انا حابه اكبر فيها، اول شيء اوصل لعدد اكبر من الجماهير من المحبين لهذا البراند، ثاني شيء كبل البراند، اعمله براند تجاري محلي، يعني انه باذن الله يكون في الي محل افتح ان شاء الله باذن الله، وثالث شيء يكون في توصيل لبرات محافظات، يعني المحافظات اكبر، وحتى كمان لحتى دول ثانيه باذن الله ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق، واكيد بنتمنى هيك نستضيفك بوقت قريب جدا ويكون جزء كبير من اللي عم تفكري فيه يكون صار على ارض الواقع. شكرا لك.